صندوق الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. شهدت العديد من المناطق التابعة لإقليم حوض مراكش مساء يوم الثلاثاء عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، وخصوصا بجامعة أهواطين ومولاي إبراهيم، ما تسبب في فيضانات قوية بالعديد من الوديان. كما شهد مركز مولاي إبراهيم السياحي فيضانات عارمة خلفت خسائر مادية مهمة، تمثلت على الخصوص في جرف عدد من السيارات وغم عدد من المنازل بدوار أكنى على الخصوص، كما تسببت الفيضانات المذكورة في شل حركة السير. وكشفت أخبارنا كذلك أن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تسببت في إلحاق أضرار بواجهة المقاهي، وأن السيول غمرت عددا من المحلات التجارية، كما تسببت في خسائر فادحة بعدد من المساكن. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد، وإن أعجبكم فيديو اضغطوا على زر الإعجاب.